كابتن ابراهيم سعيد وكابتن جوده بيسلموا عليك والف مبروك. مبروك يا ميدو. سلم لي عليهم كتير. مبروك يا ميدو، الف مبروك. طبعا دايما الله يبارك فيك يا كابتن. وحشني جدا يا كابتن ميدو والله. وانت والله يا ميدو، والحقيقه مبسوط ان انت انا حاسس النهارده ان انت بتلعب بارتياحيه كبيره. وعايز اسالك عن يعني هل النهارده انت اتفاجئت بالمركز اللي اختاره كابتن عبد الحميد بسوني انه يلعبك فيه، ان انت لعبت بشكل بمهاجم تعتبر كانك مهاجم وهمي، ولا انت كان بقالكوا 3 4 ايام بتتدربوا على المركز الجديد اللي لعبت فيه؟ والله كابتن ميدو، هو كابتن عبد الحميد طبعا اتكلم معايا كتير، لان الفتره دي كان في عجز شويه في المهاجمين في نادي طلع الجيش، لان عمرو جمال مشي وناصر منسي وعمرو مرعي مش في فرود صريح، في كريم طبعا، كريم الطيب طبعا لعيب كبير ولسه جاي، فهو حب يعتمد عليا ان احنا لعبنا ماتش ودي من اسبوع كده وعملتها وجبت جونين وكنت كويس جدا فيها يعني. فهو خد القرار وكان بيتكلم معايا من 3 4 ايام ان انت يا ميدو لا انت هتلعب، يعني ركز انك هتلعب سترايكر، انا عايز منك مهام معينه تعملها لي، عايزين نطلع بالشكل كويس، عايزك تبقى قريب من اللعيبه، عايزك تتحرك في الامتحانات، عايزك تحاول تاخد كور كل الكور العاليه للالتحامات. فانا حاولت يعني ان انا طبعا ما لعبتش فرود قبل كده خالص، فانا كنت بحاول ان انا نفذ حاجه من كلامه يعني، والحمد لله الى حد ما قدرت ان انا نفذ حاجات من الكلام اللي قاله يعني. طب ميدو، بعد الشوط الاولاني كانت ايه تعليمات الكابتن باسيوني بين الشوطين للشوط الثاني؟ وعايز اسالك عن تغيير طريقه اللعب بعد ربع ساعه، يعني الاول انتوا بداتوا ب 4-3-3، لكن انا لاحظت بعد تلت ساعه تقريبا ان انتوا ابتديتوا ان انتوا وانتوا معكوش الكره تبقوا 4-4-2، وعملتوا صح الكلام اللي انا بقوله ولا لا؟ اه دي حقيقه، دي صح حقيقة. وابتديتوا ان انتوا تعملوا كانكم بتعملوا شبكه على لعيبه نص الملعب، على حمدي فتحي والسوليه، ان هم الكره ما توصل لهمش. طبعا طبعا. هو هبدا بالنقطه دي يا كابتن، احنا في بدايه الماتش كنا لاعبين بالخطه اللي انت قلتها، وكنا بنلعب ب3-3-3 في نص الملعب، ديفندر 6 و8، لكن مع مرور الوقت حسينا ان احنا حتى واحنا بنلعب 3 ان النادي الاهلي برده ماسك نص الملعب وبيلعب في ظهرنا يعني. فهو حب ان هو ان احنا نحاول ان احنا نقفل بدري جدا على الباكين، بيلعب بقى صراحة واحمد سمير بليميكر وانا سترايكر، حبينا ان احنا نقرب من الديفندرات بتاعتنا، ان احنا كلنا ننزل، لان احنا اللاعب المصري معروف ان انا طالما بلعب بثلاث ديفندرات لا هم هيدافعوا لي لا. فلما غيرنا الطريقه بقى احنا بننزل قريبين من الديفندرات بتاعتنا، بقى اللعب بيبقى صعب شويه على ان قفشه مثلا يستلم، ان السوليه يطلع بالكوره حمدي فتحي، فالحمد لله ان احنا نجحنا بيه بشكل كبير يعني. ميدو، هل اتمرنتوا على ضربات الجزاء في الاسبوع اللي فات؟ وده كان كل يوم كل يوم ها؟ لكن واضح ان اللعيبه كانت هاديه جدا بصراحه. لا احنا والله بص يا كابتن ميدو، احنا لما وصلنا لضربات الجزاء انا كان عندي يقين ان ربنا كاتب لنا البطوله دي. هل ده ثقه في بعد ربنا في بسام؟ عندكم ثقه ان بسام بيصد كويس؟ محمد بسام حارس مرمى كبير وتعب كتير جدا السنين اللي فاتت، فاكيد ربنا لازم يكلل مجهوده بالبطوله دي لانه استحقها يعني صراحه. ميدو بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك. طبعا ميدو واحد من اللعيبه يعني المؤدبين جدا، ابراهيم يعني فعلا لعيب